عسلامة. عسلامة، مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. صحة بخير؟ ونعمة بالله يا رب. مادام يقولوا تربية الطفل أصعب من تربية الطفلة. بالطبيعة صحيح. كيفاش؟ تربية الطفل صعيبة برشا. إذا تحب تربي طفل يلزمك تصاحبه، منه ولدك، منه أخوك، منه كل شيء. تكسبه باش ما يخبى عليك حتى حاجة. أنت عندك صغار ولا لا؟ عندي زوج صغيرات. أولاد ولا بنات؟ زوليدات. كيفاش كان تعاملك معاهم؟ كنت صديقتهم قبل ما نكون أمهم. كسبتهم ليا، أعطيتهم الكونفيونس. أهم حاجة أنك تعطي ثقة في صغيرك قبل كل شيء. تعلموا الثقة، إذا علمتوا الثقة ما تخافش منه بقدرة ربي. تعلموا الصدق والثقة، ما تخافش منه بقدرة الإله. تبعتهم وهم صغار؟ بالطبيعة نعطيها الثقة، لكن نتبعوا من بعيد لبعيد. فيش تبعوا من بعيد لبعيد؟ هاني ماشي لك البلاصة، خليه يمشي، نعطيه كونفيونس يمشي، لكن نراقب من بعيد لبعيد. لو ما نراقبش أنا نحط شكون يراقب، حتى بالعيني نسأل على البلاصة اللي ماشي لها، اسكو باهية ولا لا؟ الناس اللي مشى معاهم اللي باش يخلط باهين ولا لا؟ وقبل ما يمشي يلزم يعلمني مع شكون ماشي، وين ماشي بالضبط، باش أنا نكون محتاطة. ديما يقولوا الأم تتعب في التربية أكثر من البو. بالطبيعة خاطر الأم تتحمل المسؤولية أكثر. الأم هي الكل، هي اللي جابت، هي اللي تعبت 9 شهور، هي اللي ضحات، باعت النوم الغالي وصارت الليالي. البو يتعب أنه يجيب الفلوس، يتعب أنه باش يعطي قوتك، أما الأم تعطي قوتها وتعطي صحة بدنها. رغم أنه زاد اليوم نلقاو الأم زاد تجيب الفلوس وتجيب القوت. صحيح تجيب الفلوس، لكن تعبة مش كيما تعب الراجل، وممتون راهي وقفة الرجل خير من وقفة الامرأة. يقول لك الراجل لو يكون مهما يكون أسود فحم يجيب الخبز واللحم. الراجل يكون بشوم وبلوم وماله إلا راجل. الأم باللي تعطي باللي تعطي مش كيما البو، وقفة من البو خير من 10 من الأم. الأم صحيح تضحي وتتعب وتكبر وهي كل شيء، لكن البو دخلته بركة للدار بمعناها، وخاصة أذكر يهز كتافه كان بالبو. أنت جبت زوز ولادك هاو، ما جبتش بني. ربي ما عطاني ونعمة بالله. أتمنى لو جبت بني. لا هذاك ما نتمناش، خاطر ربي حب هكاك، ربي اللي مكتب لي، يلزم واحد يرضى باللي كتب له. بكشي لو كان جبت بنيه ما تعيش، الله ورسوله اعلم. اما ربي ما دام كتب لي زوج خيرات يلزمني نحمد ربي. شكون سي قبل كي تجيب برشا بنات تبقى تجيب حتى كش لوين تقول لك بالك تو نجيب ولد؟ هي قبل هذه عاده، تقبل ان تبقى تجيب تجي وعيشه تقبل، مش كيما عيشه تو. قبل الصغار تلبس من عند بعضها وتقرا من عند بعضها، لكن تو لا. سيدي هو تو يقرا في الابتدائي، ما يكمل العام ما تلقاش ادواته، مش كيما قبل. بل حتى يهز في ساك ويلبس شلاكه بلاستيك يقول الحمد لله يا رب. توا احنا صغارنا علمناهم الدلال وعلمناهم عينيهم محلوله برشا، وهذيك اكبر غلطه في التونسي، انما برشا عبيد ما علمتش القناعه على صغارها. انت اليوم ولادك كيفاش معاك وكيفاش معاهم انت زاد؟ امهم اختهم صاحبتهم في نفس الوقت، صاحبتهم اكثر من كون امهم. ولادك ينجموا يكونوا ولادك وبناتك في نفس الوقت؟ الزوز يخدموا دبرا ولادي ورجال، ونتشرف بهم، واحد كتف اليمين وواحد كتف اليسار. يقضيوا معاك يعاونوك في كل شيء، معاونيني يقضوا معايا يطيبوا معايا ونعمة بالله الحمد لله يا رب. مثلا لو تجيك كنا مرة أخرى كيفاش باش كنت تعاملك معاه؟ انت النوعيات اللي باش تغير على ولدك فكت لي ولدي ولا لا؟ لا بالعكس، هي باش تحافظ لي على ولدي، يلزم نحسبها بنتي باش تحافظ لي على ولدي. واذا باش نحسبها برانيه حكايه فارغه، باش نشتت ولدي انا، مش باش نشتتها هي. تهز وتبعد، نولي احتمال نولي نراه مره في العام، واحتمال ما عادش نراه. وكي نحسبها كي بنت تبقى تيجي على راسي، هو يبقى يخدم لي وهي كيف كيف. الكلام هذا برشا حماوات يمشيوا بيه ولا لا؟ لا صعيب، قليل قليل. كيفاش قليل؟ كان كبرت وجبت وهاي جات شكون فكيتو، يقول لك الوسادة تغلب الولادة، لكن لا فرش تلقى ما تتغطى في الوقت هذا.
اذا انت تعرف صغيرك على شنيا ربيته والقناعه اللي ربيت عليه، وانت تعرف كيفاش تكسب هذيك كيما هي كيما هو، يعيش ولدك متهنيه وانت متهنيه. بالنسبه للكنة، علاش ديما تتعارك مع الحماس؟ علاش تتعارك؟ خاطرها غالطة. هي كيفاش كانت هي كنة، تو باش يجي نهار وتولي عامة، كيف ميم شوز. كيما الأم جابت بنت، كيما الحماة جابت كنة، أنت زادة باش تجيب صغير وتولي حماة. ديما الولد يجي في الوسط، يعني تحسوا حاير مسكين، يا إما يجي مع أمه يا يجي مع مرته. وهذايا الحيرة لشكون ترجع؟ ما هي للأم. وإذا حيرت كنتها، حيرت صغيرة، ما حيرتش كنت. بالعكس كنتها تنجم تتملح، نجم تكون يعني ما على بالهاش تتملح، ولدها هو اللي يتشتت. يا ويلو أمه اللي حملته 9 شهور، يا ويلو مرته اللي باش يعدي معها عمره الكل. يبقى هو متشتت، مش يبقى متشتت، ويلزمهاش تخلي صغيرها يتشتت. والكنة اللي تفرض على رجلها أنه يبعد على دارهم، أنا راها أكبر غلطة. خاطر باش يجي نهار كيما تعمل في حمايتها، تجيب صغار ويعملوا فيها. خلو يا بابا منين شريتوا القوس، خلو تكبر وتشري بلاش. توا الكناين الموجودين، كناين توا باهين ولا خايبين حسب رأيك؟ أنت والأصل، والأغلبية توا كناين توا تحب العيشة وحدها. خاطر مش كيما قبل، كانوا حتى في نفس البيت صالة واحدة وبيت نوم كل واحد وحده، كانوا متهنين. تو تحب كل شيء وحدها، تحب الحرية، وما يعرفوش أنها الحرية مش هي كل شيء. عندها الحق ولا لا؟ يعني تحب الحرية؟ ما عندهاش، عندها الحق فيش أنها مثلا تحب تلبس على كيفها، تحب تاكل على كيفها، تحب حتى ولو طيب كع بعضهم هي مرتاحة ورجلها. وبما أنها كيفاش تبدأ عايشة مع عائلة يكونوا مش مقنوعين، ويحبوا ديما مثلا اللمه وديما الحركه، باش تتعب هي. فما ساعات مش ديما مرتاحه راهي المراه، فما بريود جاها انها تتعب، خاصه تبدا تخدم، تحب ترتاح، تحب تعمل حاجه على كيفها، تحب حتى ولو تعمل ساندويش، لا لحمه تحب طنجره، ستانست بالطنج، باش تبقى حايره، باش يبقى الطفل في الوسط. يا ويلو من مرته يا ويلو من امه، شكون باش يردي؟ خلى هذه دار الميت، هذه دار الفرح، هذه دار الميت، انا واش نمشي دار الفرح، نجي في الوسط ونبقى. لحمات اللي تمشي لولدها تقول له مرتك عملت، مرتك مشيت، مرتك غالطة. زعما هي تحب شكون يحكي على بنتها؟ سيء. فماش أم ترضى في ابنها، وأكبر غلطة، أكبر غلطة. أنا ننصح كل أم تعمل في صغيرها هكا، ولا تحكي على كنتها. أنت اللي شد الصباع شد اليد كله، أكبر غلط. أنت بالعكس تشوهي في سمعة ولدك مش في سمعة كنت. شنو تقول لكنينك اللي جايين؟ ان شاء الله يطيح بيا من يخاف من ربي، وان شاء الله يطيح بينا بنات الاصول، واعمل طلقه في الدنيا هذه. يعطيك الصحه.